I always find myself taking risks. And I think when you take a risk, you're going where nobody has gone. That's when you really can open a new path. And for me, I discovered this about me in science. I love taking risks in science. Dr. Zoghbi is a professor at Baylor College of Medicine, an investigator at the Howard Hughes Medical Institute, and the director of the Jan and Dan Duncan Neurological Research Institute at Texas Children's Hospital in Houston. Dr. Zoghbi is awarded the Canada Gairdner International Award for her tenacious and inspiring work on the genetic basis of Rett syndrome. هلأ بهمة كتير الزايمر اللي هو مرض العصر. عم تشتغل عليه وعم بتقرب كتير لقدام، مش بس بالهيك بالأوتيزم بالتوحد بالريت سيندروم بالاشياء كلها ماشيه لقدام. صار لها هي مسابقه، يعني اللي بلشت فيه 16 سنه ريسيرش ما راح توقف هلا. I don't think Huda will ever retire because she has so much more to give. Not retire till I find a treatment for any of those diseases that I work on. Without research, it's almost impossible to really understand devastating neurological diseases. كلهم بحبوها لأنه هي فاتت بريسيرش صعب مين ما كان يفوت عليه. عملها الدؤوب خلاها تنسحب من البحث بسبب المرض إلى البحث في العلاج وتغيير مسار المرض وتعطي أمل للمرضى اللي عندهم هالمرض هيدا. نحن we were very very studious. كنا عاقلين كتير وكتير جديين كلياتنا، وكلياتنا كان عندنا plans إنه رح نكون شيء مهم. بس the fact إنه she achieved what she did was not a surprise at all. هلا من بعد ما قدموا لها البريكسو برايز اللي هو من اهم البرايزز، قدموا زوجرمان مع صاحب جوجل اللي هن اللي عاملين هذا التراست فور افري يير، دي جيف بيعطوا تقريبا 33 مليون دولار كل سنه. هدى اخذت الجائزه 3 مليون دولار من اهم الجوائز، وهي بهالوقت عاده بتاخذ الجوائز ما بتحتفظ لها، دائما بتقدمها. هدى متواضعه لاقصى حدود التواضع. أنا ولا مرة سمعت هدى عم تحكي عن إنجازاتها أو عم تحكي عن الجوائز اللي حصلتهم من أمريكا للصين، ومؤخراً حصلت جائزة من كندا. وسألتها من يومين، قلت لها هدى هي جائزة جديدة ما بنعرف فيها؟ بتجاوبني yes with humbleness. We love her and we take pride in her. We want to know. Tell us what you're doing. But she's super modest and usually we end up finding from other people that she's gotten this amazing award or this amazing recognition. يا شخص كتير محب، دغري بتدخل لقلبكم ودغري بتحبوها، مسالمة مع حالها ومع غيرها، ما بتأذي حدا، ما بحياتها جرحت حدا بكلمة، وإذا في مشكلة بتحلها دغري بطريقة ذكية وواعية. She's very wise. She can see، فيها تشوف المشكلة من عدة نواحي، فيها ومنا من النوع الهدى اللي بدها تقلي شغلة لحتى ترضيني. I am very humbled by the complexity of the brain. I'm very humbled by these diseases. Her generosity, her kindness, her humbleness, her being down to earth. A lot of people اللي بيكونوا بوضع هدى مفكروا حالهم أحسن من أي حدا تاني. هدى منا هيك. هدى will put away anything to help people she doesn't even know. She has helped people I know in my family and outside of my family in a wonderful way, and many times without them even knowing it. And for me, that is very admirable. وعندنا صبية اسمها بيجي، عمرها 38 سنة. القصة قديمة كتير. خلقت بيجي عندها إعاقة، عندها ضعف بالنظر وتأخير. عمر السنتين خيي كان عم يتخصص ويليام بهيوستون، بيقترح لي إنه ناخد بيجي على أمريكا ونزيد الفحوصات تنعرف شو أسباب تأخرها. وبهالوقت زميلته هدى، كانوا زملاء، كانت خلصت طب الأطفال وكانت أول سنة تخصص بالأعصاب.
رحنا على أمريكا وكانت هدى أخذت لي موعد مع بروفيسور مارفن فيشمان. هو كان بوقتها رئيس قسم الأعصاب بتكساس تشيلدرن هوسبيتال. رحنا على الموعد بالفحص على بيجي، قال لي أنا بفضل ضل 5 أيام بالأوبيتال تنعمل لها كل الفحوصات والصور اللازمة. هونيك نهار بيخدني عجانة بروفيسور مارفن فيشمان بيقول لي ما معقولة هدا شو بتحبكم وشو مهتمة فيكم. بتعرفي إنه هي من أبرع الحكمة يلي مرقوا بقصب الأعصاب عندي، وبقول لك شغلة وحدة وطبقي تذكريني يوما ما تاريخ الطب رح يحكي عنها. يعني هي وويليام بيشتغلوا الليل نهار، ما شيء مش معقول يعني إنه عاملين عائلة كأنهم عايشين بلبنان، يعني عائلتهم حابين أولادهم يكونوا حدهم. رحت على أمريكا، هدى كانت الفاميلي الوحيدة اللي عندي إياها بأمريكا، كانت هدى مثل أكتر مثل عائلة، هدى مثل أختي مش بس صديقة. كنا 3 بالمدرسة، كانت هدى هبري وبشرى آغا وأنا، كان يسمونا تريو بالمدرسة. الحقيقة مقاصد زرعت فينا قيم وأخلاقيات ومبادئ، الحقيقة جلت بحياة هدى، خاصة حياتها المهنية العملية وحياتها العائلية والاجتماعية. كان في certain values اللي they instilled in us. أولاً confidence in ourselves, respect for others, kindness to others. She's also somebody who is very giving in so many ways, both emotionally and intellectually and financially. I know in my heart and what she wants is what is best for me, so I trust her. I trust her blindly. When I am talking to her, she is 100% there with me. That's a wonderful gift for me as a friend, not as a cousin, but as a friend. نحن منحبك كتير هدهود، وخليك دايما لقدام بهالنجاح المستمر. هدى الله يخليك بصحتك، وإن شاء الله دايما على تقدم بأبحاثك تتخففي أوجاع المرضى وأوجاع الأهالي. أنا بحبك. النجاحات اللي أنت حصلتيها والجوائز والتكريم هو تكريم لنا جميعا، هو تكريم للمصقاصد، هو تكريم لكل امرأة عربية. بتمنى لك المزيد من النجاحات والمزيد من العطاءات يلي بتساهمي فيها بصمت وبكل حنان حنان المرأة. بحبك. I'm very proud of your achievements, but I'm most proud to call you my friend, and I love you very much.